التحرر الديمقراطي حاولنا انه نشحوا الحوار لاخر وقت. ونهار الجمعه اللي فات لما كانوا سبع احزاب من بينهم التحالف، كنا عارفين هم ثلاثه مع سي محمد ناصر، ثلاثه مع سي حمد المسيري، احنا رشحنا سي محمد ناصر بخاف ظننا معناها صوتوا لهم الزوز، خاطر نعرفوا انه واحد ياخذ اربعه وواحد يكون ثلاثه مهما كان لن يخلق وفاقا. بقى يوم السبت كان بالنسبه لنا احنا 14 ديسمبر اخر يوم، معناه هذا قش قالوا الرباعي، مش ممكن تمطيط اكثر، خذا الشعب التونسي مل هالحوار هذا ومل هالتردد نتاع الطبقه السياسيه، ويحب يلقى مؤشر الخروج. كذلك لانه الازمه في البلاد اقتصاديا وامنيا ما تتحملش وضع معناها متوتر ووضع مشحون ووضع فيها ما فيش فيزيون كلير للبلاد اكثر من هذا. الاختيار على مهدي جمعه تشوفوه معناها حل المخرج من الازمه اللي صايره توا؟ نهرست لي في الهرست اللي فات كان عندنا خيار واحد، ان نتوصلوا شخص رئيس حكومه مهما كان، ايا كان افضل من نخرج التوانسه نقولوا رانا فشلنا ونحلوا السيناريوهات على ما نساوش لوكاترز. فمع بعض نهار 17 كانت تحب تخرج وتعمل قصبه اربعه وتطيح الحكومه وتعمل ثوره جديده، فما ناس كانت تعتقد انه نهار 17 ديسمبر ستسقط تخرج الحكومه وتسقط المجلس بالشوارع معناها، او على الاقل هكذا معناها السيناريو الافضل بالنسبه لهم. دونك ديكو لابد من وجود حل، الحل لابد ان يحصل في اطار اقصى حل بالتوافق، ولابد ان شخصيه تقود البلاد وتقول المرحله هذه تكون عندها من الكفاءه ومن الحياديه ومن نزاهه انها قادره تسيرها. نعتقد انه في الاخر كانت الاختيار بين سي جلال العياد وبين سي مهدي جمعه، والاغلبيه كانت مع سي مهدي جمعه، وحقدر انا شخصيا انه انسان مستقل، انسان كفاء، انسان خلال وجوده في الحكومه خذا قرارات معناها في تعيينات وكذا معناها كان ضد التيار العام وما خلقتلوش معناها دا سامباتي وصداقات، ونقدروا انه قادر اذا تتبع تلف كل الاطراف السياسيه حوله، واذا كذلك يلتزم بتطبيق قرار الطريق وهذا مثلا راه من خلال تشكيل الحكومه تاعو قادر يعاون البلاد باش يخرجوا من الازمه هذه. دونك احنا قلنا صوتنا سجل العياد، قلنا سنقبل وسنساند من سيكون رئيس الحكومة القادمة. اليوم رئيس الحكومة القادمة المكلف هو سي مهدي جمعة، أعلى في التحالف الديمقراطي، سنساند هذه الحكومة وسندعمها طالما التزمت بخارج الطريق، وسندعم كذلك الحوار الوطني، وسنحاول إقناع كل الأطراف السياسية سواء التي ما شارك لاش لم تشارك في الحوار من الأول، لأن أعتقد كانت حجر عثرة، وخصوصا معناها نسمي لنا حزب المؤتمر، والأطراف اللي اليوم معناها في أصدقاء المعارضة عندها بعض التحفظات. احنا التزام خارج الطريق هو الفيصل في دعم الحكومة القادمة، نعتقد أن سي مهدي جمعة سيقوم باحترام خارج الطريق، وندعو كل الأطراف السياسية إلى الرجوع للحوار الوطني، لأنه اليوم وضع البلاد ما يتحملش معناها أنه نعاودوا سيناريو الحكومة اللي فاتت معارضة وحكم وشحن وتجاذبات في وضع أنه معناها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوضع الأمني لا يحتمل أكثر من هذا. أكيد أنه فما أطراف كانت تفضل أطراف أخرى، كما فما أطراف كانت تفضل مهدي جمعة. ابقى في الاخر معناها لي فيتو تعديناهم في سي احمد المسيري وسي محمد النصر. الشخص كي نجيو نقيموه نحكي على رئيس الوزراء الحكومه المكلف، ما نلقاوش معناها مسائل حقيقيه واضحه تجرح فيه، بعد انه ماهوش مرشح نتاعي الغالب معناها احنا راهو نقول لهم معناها الناس اليوم راهو الحكومه اللي قبل حكومه الترويكا ورئيسها سي علي العريض. معناها نعتقدوا انه تحييد الجهاز التنفيذي بسي مهدي جمعة خطوة القضية. لو احنا في التحرك الديمقراطي لما طلبنا باستقالة الحكومة، لما طلب باستقالة الحكومة باش نخرجوا النهضة، احنا طلبنا باستقالة الحكومة ولا باش نحطوا طرف سياسي اخر غيرها، طلبنا باستقالة الحكومة لانه نعتقدوا انه تحييد الجهاز التنفيذي، تحييد الحكومة حكومة مستقلة، هو اللي باش ينحي التجاذب السياسي حول انتخابات القادمة. هذا هو البيوت سي با ينفع سوا. لو كان اعتقدنا ان حكومه النهضه معناها ما دخلتش في السياسه اللي فيها تعيينات بالجمله، فيها معناها محاوله استعمال الجهاز التنفيذي لغايات سياسيه حزبيه، راه ما عملناش. كان وزير مستقل في حكومه النهضه، واقال رئيس مدير العامين عينتهم حركه النهضه، ولاجل هذا ما كانش عنده دعم، وبالعكس كان في كثير من الاحتجاجات حوله في حركه النهضه. هذا كلام كنا نقولوه في المعارضه شهرين تاني، حول الشخص هذا
كان وزير في الحكومة السابقة، هاي فما هو أشخاص تم ترشيحهم تم حزب سياسي، وإحنا ما قلنا إن ما عندناش مشكلة معهم، وإحنا في الأخير قلنا المفيد في الحرب الديمقراطية، قلنا براو اللي تقولوا عليه مبروك، هيت نخرجوا من هذا. فما أشخاص تم ترشيحهم كيف سيحكي بالسين كيف سيحكي بالسبيدي كذا، كانوا وزراء في الحكومة السابقة، نفس الأطراف اللي ترفض مهدي جمعة اليوم رشحت أطراف كانت الحكومة السابقة وإحنا دعمناهم. وإحنا نقولوا معناه سي مهدي جمعة سي عبد الكريم السبيدي شخص مستقل وقام أداء أكثر من جيد على دور المؤسسة على اسم مؤسسة عسكرية، وهذه فرصة باش نحيي سي عبد الكريم السبيدي وكذلك الفريق رشيد عمار على الدور اللي قاموا به من الثورة لتو في حماية في صون المؤسسة العسكرية. وإحنا في التحالف الديمقراطي كنا أول من تكلم وقال لما تمت معناه تجريح في المؤسسة هذه من طرف أطراف رئاسة الجمهورية من طرف أحزاب سياسية، مش قلوا راو هذه المؤسسة هذه ما لازمش معناها تتجرح لما تجي تتمس، خاطر القاعدة هي العمود اللي حيازي خيمة البلاد. دوك اليوم إحنا كنا قابلين سي عبد الكريم السبيدي يكون رئيس حرس الحكومة، كان إذا اليوم عبد السبيدي على رئيس الحكومة راه كان ثم أطراف تقول لك لا كان في الحكومة الفساق، ماهوش منطق، خصوصا إلا مرشحوا سي الحبيب السيد كذلك اشتغل في حكومة سي حمادي جبيل، معناها سي با دلارجيمونتير. احنا في الاخر قلنا لهم راهو يا سيدي اقنعونا، خلناش نقنعو التونس، قولوا لنا علاش، اما علاش يا نتاعي انا يا لا، يا نتاعي انا تقعد البلاد في ازمه، هذا شيء ما نقبلوش. انا اعتقد اليوم لا حجه لمن ينتقد سي مهدي جمعه، واللي عم يقول انه مهدي جمعه يتمتع معناها بمساندة وببريوري بوزيتيف عند المؤسسات المالية العالمية عند الحكومات الصديقة عند الاتحاد الأوروبي، هذا شيء معناها يسرنا، خاطر نعتقد أنه لا نحتاج تونس نحتاج دعم كل الجهات هذه لتجاوز الأزمة الحالية. أما أنهم عائلته فهذا معناه رغم كل المساوئ الطبقة السياسية في تونس، أما نعتقد أن كل طبقة سياسية تونس طبقة وطنية ولن تقبل لا بتدخل أي طرف ما عدا ترى تدخل في نصف في اختيار في الفلان، هذا شأن وطني داخلي، والحوار الوطني كان ممكن يخرج سي مهدي جمعة، كان ممكن يخرج أحمد المسيري، سي محمد بن ناصر، سي عياد، سي عبد الكريم الزبيدي، فهمتني؟ لو كونكور نتاع المباحثات كله نتاع الحوار الوطني، جعل أنه سي مهدي جمعة هو رئيس الحكومة القادم مكلف، لابد أنه نتجاوز هذا وما نبداوش نلوجوا على مسائل معناها تخلق شكوك وضبابية وما عنده حتى شفاء. نهار السبت صوتنا سجل العيد، كنا مع حزب اخر صوت عليه، والاحزاب اللي غادرت وما صوتت شكون سحبت، لو صوت سجل العيد لكن جل العيد هو رئيس الحكومه القادم، بقى فضل الانسحاب. كي تشوف معناها التفاعلات مع خروج من الازمه، خلينا مش كون رئيس وزراء في الشارع التونسي في الاوساط الاعمال في تونس عند المنظمات الماليه العالميه عند الدول الصديقة وجيراننا، نشوفوا أنه ستفتين كريز. الانسحاب الحزب الجمهوري من الحوار الوطني تعتبروا أنه بش يكون عنده تداعيات سلبية؟ أنا أول حاجة الحزب الجمهوري هو معنى عائلة تطب، معنى العائلة الديمقراطية الاجتماعية اللي احنا معناها نتميون لها مع كفير المحسن، وعندنا صداقات وعلاقات معنى تاريخية مع الحزب ده، نتمنى أنه الحزب الجمهوري معناها سيعدل عن قرار الانسحاب، لانه معناها مش يتراجع معناها، نتمنى ونقدر انه معناها لديها معناها من نقولش حس وطني، هذا شيء بشكلش فيه حتى حزب معناها ممكن معناها تقييمه حاليا معناها قضاء الانسحاب، نتمنى انه يراجع تقييمه لديه ويتقبل الحوار الوطني، لانه نحبوا انه الفتره القادمه تكون فيها معناها انتفاخ من الطبقه السياسيه الكل حول المشروع الوطني اللي هو الخروج بالبلاد من الأزمة هذه. أنا قلت لك نتمنى تعديل موقف هذايا، لو ما يتمش بالطبع هذايا معناها يقعد رأيهم بقى، ما نعتقدش أنه سيكون له تأثير ملموس على العملية السياسية. اليوم إذا مهدي جمعة يحترم خارج الطريق وهذا سراه في تركيبة حكومته القادمة ويلتزم بخارج الطريق اللي هي معناها دعم معناها استكمال، وهذا في المجلس التأسيسي، المجلس التأسيسي كذلك يقوم عمله في استكمال المسألة الانتخابية والتأسيسي، حل روابط هامة الثورة، إعادة سلطة الدولة، فهمتني، مراجعة التعيينات اللي تم فيها جزء بالولاء، فأنا أعتقد أنه سيحظى بدعم من الأطراف الراعية اللي هي مهمة
وعلى رأس الاتحاد عن رئيس الشغل، سيدعى بدعم جل الأحزاب السياسية، سيدعى خاصة بدعم توينسا اللي يحبوا خروج من الأزمة هذه. اليوم رأوا أنه هم دعم من المؤسسات المالية ومن الدول الصديقة، ما نعتقدش أنه انسحاب الحزب الجمهوري معناه في مواجهة كل الأطراف هذه سيكون له فائدة لا على الحزب الجمهوري، فهمتني، ولن يمس من مسار الانتقال. انسحاب الحزب الجمهوري تنجم تعتبروه قرار معناها متسرع نوعا ما ولا غير مدروس؟ والله أنا نفضل نقول أعتقد اليوم الأهم هو عدم توتير الأوضاع وعدم شحن. أنا أتمنى الحزب الجمهوري معناها يتراجع عن قراره، أبقى معناها توانسة سيقيمون هذا الموقف. أنا أقول إنه المرحلة القادمة إذا فهم برنامج وخارج الطريق، الحكومة هذه حكومة موجودة باش بيان سور تلعب الملف الاقتصادي والاجتماعي، أبقى المسألة هذه هيكلية والإصلاحات اللي كانت تاخذ أكثر وقت ماشي هي بصالح الاقتصاد التونسي. أهم أهداف هو مقاومة الإرهاب والوضع الأمني في البلاد، وهنا لابد أن تكون صارمة. وبعد على الأحزاب السياسية سيعطيها المجال باش تكون أكثر صرامة في إعادة الأمن في البلاد، هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث هو تحييد الجهاز التنفيذي من خلال مراجعة التعيينات لضمان انتخابات حرة ونزيهة على مسافة واحدة من الأطراف السياسية الكل، ويكون ذلك كذلك بدعم الهيئة المستقلة لانتخابات الستكاوى. ومسألة رابعة أنها معناها تكون معناها بعيدة عن التجدبات بما يسمح لنا التأسيسي من استكمال الدستور بعيدا عن الحسابات السياسية الحكومية. خاطر حل المشكلة في فترة العامين هذوما كان عندنا حكومة كونها حزب سياسي أغلبي مع أطراف أخرى ونفس الأغلبية هذه موجودة في المجلس، وبالتالي ثم تأثير كان في أغلبه معناها سلبي بين العمل الحكومي وأداء الحكومة وتقييمها وبين العمل التأسيسي اللي هو إتمام الدستور. وكانت ديما كل في المشكلة في هذا في 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 التعيينات في الحكومة في تسيير البلاد تنعكس على الدستور، وكان مشكلة كذلك في الدستور تنعكس على الحكومة. اليوم المسألة هذوما بعد على بعض، فما حكومة تاع تونس كل حطوها على الحساب السياسي كل مستقلة، مهمتها إذا مع الانتخابات وما عندها حتى أنجو في الانتخابات هذه بمعنى لا تترشح، فما تأسيس يستكمل دستور تونس اللي هو دستور تونس تاع 50 و 100 سنة جايين اللي سيتجاوز الحكومات والانتخابات وكل هذا. هذه هي سياسة الحكومة القادمة. الحكومة مش باش 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 مش باش تشد دهور، باش تشد فترة بين 6 شهور و 8 شهور وعام لو طون باش تدخل انتخابات.